عليكم الغزالات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم غادي نحضر واحد العصير ديال لافوكا وبالتمر وبالقرقاع، كيجي رائع وكيجي زوين وصحي واعر. كالبنات تاير جربوه وردوا عليا، كيجي هائل هائل البنات. المهم هنا عندي التمر، عندي التمر، عندي شويه القرقاع، عندي لافوكا وحده شديتها نقيتها، وعندي الحليب، عندي هكا واحد تقريبا واحد 700 ملي ديال الحليب. وهنا عندي البنات العسل، غادي ندير واحد جوج معلقات. بالنسبه للبنات اللي باغي يدير السكر سكر سنيده، يعني يديرها في عوض هاد العسل. المهم انا بعدا ما كندير هكا العسل، يعني ملي كيكون موفر عندي راه كندير العسل. المهم البنات ندوزوا للطريقه، الطريقه اللي يعني راه كلشي عارفها وكلشي كنديروا هنايا. المهم غادي نديروا هذا الحليب، وغادي ندير هذا لافوكا. هنا دابا بعد ما درت لافوكا قطعتها، غادي نجي غادي ندير هنا العسل هكا. غادي ندير تقريبا واحد جوج معلقات على حسب البنات. انا دابا درت هنايا درت جوج معلقات ديال العسل. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه البنات بزاف يدير، انا ما كنبغيش بزاف ديال الحلاوه بزاف. المهم انا درت داكشي على القياس. المهم انا غادي نمشي نطحنو ونتلاقاو ان شاء الله. البنات ها هو العويصر ديالنا بعد ما وجد، ها هو فينا هو، نقدمو لكم البنات بالصحه والراحه. كيجي رائع البنات، كيجي لذيذ 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 بزاف، غير جربوه وردوا عليا في داك اللوغو ديال الصراحه ديال القرقاع وديال التمر. والله البنات عرفتي ما تقنعوش منه، والله عرفتي كيجي رائع 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 البنات، غير جربوه وردوا عليا. كيجي غزال البنات، ها هو كيف ما كتشوفوا البنات، اصلا عاركم عارفين يعني العصير ديال لافوكا يعني غزال بزاف وزوين وصحي. كنتمنى بصراحه هذا الفيديو يعني يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونتمنى البنات تشاركوا. اللي باقي ما شاركش في القناه ديالي يدخلوا ويشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم وشكرا على التشجيعات ديالكم، وشكرا والى الفيديو القادم ان شاء الله.